عرضوا لي الصوره اللي كنتوا عرضتوها من شويه واحنا بنتكلم بتاعه الشناوي. ايوه الله ينور عليكم، ده الشناوي زيزو. ها انا نفسي الصور دي هي اللي تبقى في اذهان الجماهير، الاهلي والزمالك. بصوا يا جماعه الروح، بصوا يا كابتن صلاح، بصوا يا كابتن وائل، بصوا يا كابتن ابراهيم، بصوا علاقه اللعيبه ببعض عامله ازاي. وانتوا طبعا كنتوا في الملعب طول وعارفين عمرنا كده كده كويس. بس اه طبعا انا مش بضحك عارف. ليه؟ اول تعليق سمعته بيقول له انا مستنيك في نادي الاهلي يلا. والله العظيم حاجه غريبه. لا لا صعب، مع ان كل شيء وارد في كره القدم. يعني مثلا زمان كان في هارد لك مش كده؟ ممكن يقول لك معلش تعوض. لا كابتن، وهو اصلا الحاجات دي طبيعيه، ما احنا طول عمرنا بعد الماتشات وبنقف مع بعض بنتكلم. هو ما اعرفش ليه الواحد بقى يحس ان الحاجات دي جديده. والله اول تعليق سمعته. ما طول عمرنا اهلي وزمالك وفي المنتخب ومع بعض وبعد الماتش، وبنشد حتى في الماتشات، وبنخرج بره الماتش بنبقى اصحاب واخوات وبنكلم بعض وبنشوف بعض. فالحاجات دي عاديه. يعني انا بزعل والله لما بحس ان الحاجات دي بتبقى دي حاجه جديده علينا. كانها حاجه جديده علينا. ما طول عمر لعيبه الاهلي والزمالك ما احنا مع بعض في المنتخبات وبنقعد مع بعض وبناكل وبناخد بطولات وبننافس وفي تواصل ما بيننا وبين بعض. يعني طبعا الحاجات دي مش جديده، بس هو طبعا عشان السوشيال ميديا في الفتره الاخيره الشحن اللي ما بين الجمهورين، وده عادي على فكره. طالما ما فيش تجاوز خلاص كل هل واحد. هل ما فيش تجاوز؟ هو التجاوز في الالفاظ بس. ان حتى لو انت مختلف مع ابراهيم او مختلف مع وائل او مع كابتن محمد صلاح، فبتلاقي الفاظ غير طبيعيه واسره، رغم ان في الاول والاخر هي كوره. ما هو ممكن يكون رايي ممكن يكون ما يعجبكش بس يعجب غيرك، وممكن يكون انت شايف ان انا رايي غلط بس في ناس شايفه ان انا رايي صح. للاسف ان الاختلاف وجهات النظر ما بيننا وما بين الناس او ما بين الجمهور دايما بتتاخد بقت بمواقف بصراحه سيئه جدا على السوشيال ميديا. وبرده في حاله برده في جمهور نادي الزمالك في الفتره الاخيره، مش هقول كله يعني، معظم الجماهير المتواجده على السوشيال ميديا في نادي الزمالك للاسف لما بيشوفوا برده الرمز او رئيس النادي بيطلع يقول الفاظ سواء على لعيبه او بيغلط في جمهور او بيغلط في لاعب، والالفاظ دي بتبقى موجوده، طبيعي ان الجماهير يعني بتتجه شويه للحته دي. غير لما بشوف رئيس النادي بتاعي ما بسمعش منه غير كلمه كويسه، الاسلوب بتاعه حتى لما بيطلع ينقد بيتكلم باسلوب كويس، فطبيعي ليه بيبقى ليك تاثير على الجمهور. انا يعني اعتقد ان في ناس كثيره جدا محترمه وفي الاختلاف، وممكن ناس كثيره جدا بنقابلهم وتلاقي حتى بيتكلم معاك وبيقول لك، يعني في كل الاحوال لازم المسؤول يبقى مدرك حجم مسؤولياته ويبقى مهتم جدا بتصريحاته. عشان كده الناس بتاخد منه. وبقى كابتن برضو في نقطه، انا اسف الكلمه برضو الناس دايما بتتقال على اللعيبه، يعني حتى لما يبقى في اختلاف ما اعرفش انت كنت جاي توك توك وجاي عافي وجاي مش عارف ايه وانا اللي جبتك وانا معلش. ما هو كان زمان شبشب يا كابتن، كلنا بدانا من كلنا ناس بسطاء. يعني هو معلش هو بدا يعني مثلا مع احترامي يعني هو بدا يعني في بقه معلقه ذهب، ما هو اكيد جانا من الصفر وكان من اسره طيبه، ده اللي انا بتكلم فيها يا امير، فاهم قصدي؟ ما ينفعش تقعد تتكلم عليه، ما هو الاخر ما اللعيب ده ما هو تعب صح؟ انا هتكلم بس في النقطه دي، النقطه دي ما هو عشان احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. حضرتك مش تنازلت عن حاجات كثيره في اسرتك وكنت ما بتشوفش اولادك وما بتشوفش عشان الكوره. طبعا عشان الكوره. كابتن وائل نفس القصه، كلنا كده، ما كلنا كنا بنروح النادي بتاعنا باوتوبيس، كنا اوقات كثيره جدا ما معناش الجنيه عشان نعرف نروح، فكلنا مرينا بنفس الظروف دي. طب انا لما وصلت المرحله ان انا اركب عربيه كويسه واقعد في بيت كويس، هو مش ده بمجهودي؟ اكيد. انت مش ده فود، انا عايز افهم، انت جبتني كده وقلت لي يا ابراهيم تعالى خد الفلوس دي روح اقعد في بيت او اقعد في عربيه او اقعد في فيلا، اديتني كده لله ولا عشان مجهودي؟ مقابل، عشان مقابل. مقابل صح. يعني الموهبه بتاعتي هي اللي خليتك، لو انت وحش مش هتاخد. صح. لو انت وحش مش هتاخد جنيه. فاذا اللاعب ده لما بيوصل لمرحله يجيب عربيه ربنا يرزق الجميع ويقعد في بيت كويس، معلش هو بمجهود وتعب وفرح ملايين ودخل بالبطولات اللي هو خدها، دخل ملايين للنادي وفي ناس عن طريقه فرحوا، في ناس اتبسطت وفي ناس شجعته وناس شالته على الاعناق. فما ينفعش ان انت زي ما بيتقال تهينه في حته، لانه برضه عنده اسره وعنده اهل. تمام. فانا لما وصلت للمرحله دي معلش انت ما جبتش عليا وما دفعتليش حاجه من جيبك. صح.
تسمعت لا لا عشان النقطه دي اصل عيب اصل النقطه دي عيب يا كابتن هو اتعدى منك شويه هو بيتكلم في حاجه انت دخلت في حاجه لا انا بتكلم على الجمهور ان ما ينفعش برضه ما هو الجمهور لما بيشوف حاجه زي كده لا ما خد بالك بص جمهور الاهلي ممكن يحصل منه لا انا مش بتكلم مش بحدد والله الاثنين محترمين لازم نعرف حاجه الاثنين محترمين مش بحدد على حاجه ممكن يحصل انا بتكلم على العموم عشان برضه حتى وده حاجات اديني فرصه يا كابتن وائل والله عشان النقطه دي مضايقاني والله على فكره خد بالك انا بتكلم على الكلام اللي بيتقال على نادي الزمالك فمعلش انا لما وصلت للمرحله دي انت اديتني المقابل بتاعي بتاعي ما اديتنيش المقابل وانا ما بتعرفش مفهوم دي جزئيه انا بس اعلق على حاجه على حته الصوره اللي انت الصوره رجعوا لي الصوره تاني يا جماعه عشان كابتن انا اقول لك كمان مش الصوره دي والصوره هو النهارده الماتش حلو عدى بكل حاجه حلوه خلينا متفقين طبعا اولا اداء في الملعب فرقتين فرقه خدت شوط فرقه خدت شوط تمام ثانيا انت بتتكلم في 5 اهداف طبعا ثالثا بتتكلم في غير ال5 اهداف 10 فرص للفرقتين فانت بتتكلم في كره اتلعبت وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا امير ان احنا عايزين نلاقي فرقتين يليقوا باسمهم الاثنين تمام ايا كانت النتيجه فده مهم جدا مهم تاني ان ما حصلش مشاكل داخل الملعب حتى لما جه بس يحصل تاتش احنا شفنا لعيبه نادي الزمالك ولعيبه النادي الاهلي فضوا الموضوع بسرعه ما حصلش اي مشاكل كان في روح كويسه جدا سواء من زيزو او من الشناوي او من شيكابالا